السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام إدارة المباني اللي هو الـ Building Management System أو الـ BMS، هو ده نظام عشان أقدر أراقب وأتحكم وأشغل وأدير كل حاجة في المبنى. بيبقى فيه مثلا غرفة مجهزة كده إن فيها كاميرات مراقبة وفيها صوتيات ونظام إنذار وتحكم، أو ممكن المعلومة كلها هاخدها من خلال الموبايل أو التابلت أو من خلال الإنترنت، يعني ممكن تدخل على المتصفح وتتحكم في كل حاجة في المبنى. فمهم جدا موضوع السكيورتي، إن مش أي حد يقدر يقتحم كلمة السر ويقدر يتحكم في كل حاجة، لأن لو قدر يتحكم في كل حاجة يقدر يتحكم في التكييف في التبريد في الإنارة في البوابات في الأسانسيرات في المضخات المحركات النظام المياه الكهرباء، يقدر يطلع الفواتير كلها، يعمل إنذار الحريق، يعمل مراقبة لخزانات الوقود والمياه، الأمان، التحكم في المبنى، يقدر أي حد يعدي ويدخل سواء بصمة أو كارت يقدر يوافق عليها أو موافقش شيء. يعني لو شفت أفلام هتلاقي الكلام ده كتير. فنظام الـ BMS مفيد جدا، وبالذات لو أنت بتستخدم أي برامج من برامج البيم عشان تعمل موديل، وبعد كده تاخد المعلومات من البيم توديها للبي ام اس، هيوفر لك في الطاقة سواء وقود أو كهرباء، ويوفر في الإنرجي، في يحافظ على جودة الهواء، يحافظ على الباك اند. أول ما تحصل أي حاجة يبعت لك يقول لك في صيانة، سواء صيانة وقائية أو صيانة دورية. بيتحكم في الفلفات أو الصمامات أو المحابس بتاعة المياه الباردة والسخنة، ويقدر يراقب فلاتر الهواء ويديني كل المعلومات اللي محتاجها للمبنى، ويحدد لي كل المعلومات اللي أنا محتاجها. يعني أنا عايز أعرف استخدام مبنى للطاقة مثلا بيبقى أكتر في أنهي شهر، يقدر يقول لي نقدر نحل المعلومات دي بحيث إن احنا نستخدمها. طب النظام ده غالي ولا رخيص؟ والله بتختلف من جهاز لجهاز أو من نظام لنظام أو تركيب لتركيب، يعني مفيش أرقام ثابتة، بس هو غالبا بتقدر ترجع التكاليف بتاعته خلال سنة أو سنتين، والباقي يبقى ربح ليك أو دخل إضافي للمستثمر، لأن هو بيوفر لك كتير جدا سواء طاقة أو مية أو. يعني من ضمن الحاجات مثلا هو اوتوماتيك، اول ما حد يخرج من الغرفة التكييف يتقفل والكهرباء تقفل وهكذا، ويبدأ يظبطها مثلا على الوقت العادي مثلا. هو يعني منتشر جدا بالذات في الفنادق، في الجامعات، في المطاعم، في الأندية. كويس جدا النظام، وناس كتير استخدمته واشتغلوا بيه، ولو بيوفر لهم يعني واللي بيدفع فيه بيستعيدوه خلال فترة بسيطة.